أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وها نطل عليكم بحلقة جديدة واستثنائية لهذا اليوم من خلال الضيف المتواجد داخل الاستديو، وأمور وأحداث كثيرة راح نتطرق بيها وبكل صراحة وجرأة، ونوصل بالمعلومة للمشاهد بكل حذافيرها. البداية من زيارة وزير الشباب والرياضة للبصرة والمدينة الرياضية بخصوص كأس الخليج، وشنو اللي دار من حديث. نروح نتابع ومن بعدها نرجع. صار لي فترة ما زرت البصرة، ما زرت الملعب، وطلعت على التفاصيل يمكن أكثر من شهرين. عندنا تحدي كبير فيما يخص ملعب الميناء. ملعب الميناء الفترة الزمنية اللي تم الاتفاق عليها بناء على الجداول الزمنية اللي تم الاتفاق عليها ما بين الكادر الفني للأخوة في كأس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وأيضا الدائرة الهندسية لوزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة، أنه يفترض أنه كان الملعب يوم 15/9 أنه ينتهي العمل به. هناك وتيرة متزايدة بالعمل، والعمل يسير بشكل تصاعدي، وبالوتيرة اللي فعلا انه العمل ينجز من خلالها، ما اعتقد انه راح يكونون يعني منزعجين من ذلك، بل العكس، هم يعني كل زياراتهم وكل الأخيرة وكل متابعاتهم هي تصب في مصلحتنا وفي مصلحة إنهاء العمل في هذا الملعب وإنهاء العمل في كل المتطلبات الضرورية التي تحتاجها كأس الخليج من أجل أن تظهر بأفضل صورة. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، هذا ما تحدث به الوزير بمقتطفات عن ملعب البصرة وكأس الخليج. كل واحد اليوم يتحدث بكيفه، انه ناس تقول تقام، ناس تقول ما تقام، لكن نقرا ما بين الاسطر. انه اتوقع كلام الاستاذ المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي بالسعوديه محمد ابراهيم، اعتقد هو الاوضح، انه قال اللجنة اللي راحت للكويت قارنت كفة الملاعب، انه ملعب جزء النخلة مساوي لملعب احد الملاعب بالكويت، وملعب الاخر بالبصرة ايضا بيحتاج لاعمال صيانة، مثل ما ملعب اخر بالكويت يحتاج لإنارة وصيانة، وبنفس الوقت هم ثابتين على العراق، لكن في حال يتغير وضع، يصير أمور أخرى، ما نعرف شنو راح يحدث، ممكن تتحول للكويت، لكن بنفس الوقت ما موجود بالكويت هو موجود بالعراق، رغم الحروب ورغم هاي الأذية ورغم البصرة حرمانها، لكن اليوم البصرة ضاهي الكويت بملاعب كأس الخليج. هذا فحوى الرسالة اللي وصلها أستاذ محمد إبراهيم، اللي أنا سمعت مقطع من حديثه بهذا الموضوع، وبالفعل هو هذا الصحيح. واليوم إذا الدولة تدعم البصرة أكيد راح تكون كأس الخليج بالبصرة، فأتمنى نغادر هذا الموضوع والملحة به والحديث، وراح تكون أو ما تكون بالنهاية البصرة هي عراقية، وإحنا نتمنى أنه نشاهد فد محفل تاريخي نفتخر به كعراقيين بالبصرة. نروح نتابع فيديو، من بعد نرحب بالضيفة المتواجدة ويانا. شين بنهاية الجائزة السعودية 2022 بطل بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات هو منتخب العراق. الله، مبروك لسيدات أسود الرافدين، مبروك لشابات العراق، مبروك للاعبات العراق بتحقيقهم المركز الأول والميدالية الذهبية. مبروك مبروك يا الأستاذ. حقيقة لما تشاهد الأستاذ فراس بحر العلوم مدير البعثة، وهناك أيضا نشاهد الأستاذ
علي الخفاجي والأستاذ محسن أو حميد محسن متواجدون. مبروك المنتخب العراقي بطلا لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات يا سيدة. الله، هذه اللاعبة رقم 2 شيلان عبد الله، واللاعبة رقم 8 سمير رؤوف، واللاعبة رقم 10 شوخان نور الدين. يا حلي الله قفلة، هذه هي من أفضل اللاعبات هدف البطولة شوخان نور الدين، وهذه اللاعبة مهرزان محمد الكابيتانو في أرضية ملعب. الله الله، أنا السال خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، الكل يتابع يشاهد هذه الأمسية الجميلة. المنتخب العراقي، هذا الأستاذ فراس بحر العلوم، الأستاذ فراس بحر العلوم يتوج البطلات اللاعبات الشابات في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة. الله من حجر يفرح، من حجر، هذا هو السيد محسن حميد محسن يفرح وسعيد بتحقيق الإنجاز. هناك الأستاذ علي علي الخفاجي، وإذن الأستاذ أضواء وخليل السالم ليتوجون العراق بطلا لبطولة اتحاد. نجاح كبير، شكرا للاتحاد السعودي على هذا التقديم الجميل والنهائي الجميل. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الإنجاز اللي حققته الرياضة النسوية في ظل تواجد واحدة من الشخصيات الرياضية المحترمة اللي هي الآن ضيفنا بعد غياب طويل عن الإعلام وعدم الظهور بالإعلام. لكن بالبداية أشكر المكتب الإعلامي المحترم لاتحاد كرة القدم اللي سمح أنه تظهر ويانا رئيسة اللجنة النسوية للاتحاد العراقي لكرة القدم الست رنا عبد الرحمن. حياك الله ست رنا. أستاذ نبيل مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. تحياتي لك. ليش بعيدة عن الظهور؟ أنت بعيدة لو لأن ما يقبلون لو شو؟ لا لا، أنا ما أحب الظهور، أحب أكون عملية أكثر مما إعلامية. بس نحتاج نعرف الحقيقة، فلازم يعني نشاهدكم. ما يخص. ما تقبلين؟ لا لا، ما يخص انه انت شنو اللي تريد الحقيقه، عن شنو تريدها. شوفي انتو الرياضه النسويه هي اصعب رياضه هاي، لان بالعراق نتحدث بصراحه. تمام. بغير دول ترى شيء طبيعي يعني، بس ليش هيك طينا حجم انه الرياضه النسويه صعبه، الرياضه النسويه لازم ما نتحدث، الرياضه النسويه اذا تصير بها مشكله لازم ليش سترنا؟ انت صار لك كن اكثر من 15 سنه بهاي الرياضه، ليش هيك وصلت الرياضه النسويه؟ انا صار لي 22 سنه. 22 سنه. 22 سنه. ما حد يكبر يحجمها هيك غير هم اللي احنا بالنطاق مالتهم وليس الخارجي. العوائل الناس ترى تاخذها بصوره طبيعيه، بس اللي دائما دارك هو اللي يحجمك، هو اللي يكبرك، هو اللي يصغرك، هو اللي ينطيك هذا الهاله من الخوف. هي رياضه بسيطه حالها حال اي رياضه طبيعيه. البنات اليوم اللي متواجدات يمارسون قدم، سله، طائره، ساحه، يعني كعامه ماكو اي تخوف. بس المشكله احنا الناس اللي داير مدارك هي اللي تسبب لك انه هذا الخوف من هذا الجانب بكونه انه امراه. بس هو اي تحجم ماكو، وحتى كنقول عنصر شرقي هاي هذا ماكو، ولا لو اكو هذا الموضوع كان العوائل ما دزت بناتها للرياضه ولا دزتها لكره القدم. ما تشوفين صعب اليوم منصبك رئيسة اللجنة النسوية في ظل هاي الظروف، في ظل هاي الأوضاع كرنا؟ هي صعوبة ماكو لسبب واحد، الحمد لله. يعني احنا ما اكون انه بحدي باللجنة، اكو ناس داير مداري، اكو ناس داعمة، اكو ناس تحتضن الكرة النسوية بصورة عامة، يعني من رئاسة الاتحاد والاعضاء والمكتب التنفيذي والناس اللي وياي باللجنه، احنا كلنا نتعاون. بس بالنسبه لي انه يكون هذا الشيء كبير، لانه اني حيكون مسؤوليتي اللاعبات، وجودهم، احتضانهم، خوفا عليهم من اي شيء.
هاي مسؤوليتي انا، اهم شيء هي ادواتي اللي تنجحني باللجنه النسويه اللي هي اساس وجودها. بس انت المسؤوله اليوم عن كرئيسه لجنه نسويه، تمام؟ يعني اليوم اي شيء يصير ما نروح على عضو، الدليل هسه الكلام اليوم من يصير يتحدثون عن كابتن عدنان درجال هو الرئيس، تمام؟ صح؟ صح. فاحنا اليوم من نريد نتحدث او نعرف تفاصيل، منين نعرفها؟ نعرفها من جنابك. نعم. الصلاحيات العدرنة مقتنعه بيها؟ ماشيه بيها كرنا؟ حاليا هسه الاطار اللي نعمل به، نعم مقتنعه به الحمد لله. سابقا كان اكو مثلا ما اقول لك تدخلات، بس اكو تقاسيم بالعمل. هسه العمل بعد صدور قرار كابتن عدنان انه الاشراف ينشال من المنتخبات الوطنيه ومن اللجان، انه صار العاتق كليته على رئيس اللجنه بالذات كعامه اللجان بالاتحاد، انه رؤساء اللجان العاتق كله يمهم والصلاحيات كلها يمهم، فهذا طبعا يخليك انه المسؤوليه صار عليك اكبر. زين، انت مع تواجد المشرف ومدير اداري بالمنتخبات سترنا؟ المدير الاداري ضروري، يعني هذا شيء من عنده، انه انسان يكون حلقه وصل ما بين الفريق وبين والمشرف. تمام. المشرف، مشرف اللجنه او الفريق قصدك؟ لا، المنتخب اللي يسافر. تمام، عندك مشرفين، عندك مشرف لجنه وعندك مشرف فريق منتخب. انت تريد اقول لك على مشرف لجنه او مشرف فريق؟ المشرف اللي يسافر وياكم للمنتخبات ويروح ويجي ومعسكرات، هذا اللي اقصد عليه، ان كان لجنه او هذا الشخص اللي يروح وياكم ضروري تواجده. اذا من المكتب التنفيذي فهذا ضروري، لانه باعتبار انه هو عضو من المكتب التنفيذي وممثل عن اتحاد القدم، فضروري تواجد اي شخص من المكتب التنفيذي ويا الوفد اللي يطلع. زين، عندي معلومه اليوم يريدون اللجنه النسويه فقط نساء، قادرات على انه تديرون الامور اليوم؟ مثل اكو جوازات اليوم، اكو تواصل ويا لاعبات اليوم، حجز فنادق اليوم، اكو سفر وطيران، نحكي واقع سترنا. تمام. قادرين لو ضروري تواجد عنصرين رجالي معاكم؟ لا. وبالاخص انه يكون مثل الى سلطه بالاتحاد او بغير بكان حتى يخدمكم. بالنسبة للرجال، هو كل مجال موجود الرجال، ما أقول لك لا، بالتأكيد. بالنسبة للجنة النسوية، إحنا هسة أنت قلتها، ذكرتها بداية الحلقة، إنه قلت البنية محجمة أو إنه متحفظين كلش عليها. صح. إحنا من هاي الناحية، إحنا مع الأسف إنه ما عندنا ثقافة رياضية. صح. بالنسبة للي يطلعون للوفود، أنا اليوم من نجحت شو يا أستاذ نبيل، ياخذوها فد شيء هاله كبيره. صح. هو شيء طبيعي، انت بمجال عملك وانا بمجال عملي، تحادثي والتقرب منك هذا شيء طبيعي. بس مال اني اكبر الموضوع، لا هذا غلط. اليوم المراه قادره على انه تتحمل مسؤوليه بيت كامل من 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 اطفال ومن رجل ومن من دوام ومن من كل الامور، ما تقدر تقود فريق صغير تهيئ له اموره مثل ما تهيئ بيتها وجهالها. يعني انا شنو المشكله اذا انا اروح اليوم واسوي اقطع تكت؟ وين المشكله؟ عندي شركه معينه ابدي اتفق وياها، شنو المشكله؟ انا اذا اريد اجهز، الاتحاد هو مجهزني، الاتحاد هو مجهزني، وين المشكله بي؟ حجز التذاكر هاي قلت لك اياها، التجهيزات مهيئ لي اياها، الكتب احنا بدنا نشتغلها، وين المشكلة؟ وين الصعوبة بالموضوع؟ ماكو اي صعوبة. مع تواجد شخص رجل مع اللجنة النسوية ام بالضد؟ رأيك هذا؟ رأيي انه هذا الشخص يتواجد بس ما يتعدى عن حقوق المرأة، لانه احنا بطبيعة الرجل الشرقي من يكون بمنصب حتى لو ادنى منك فيحس انه هو متسلط. فهمتني؟ زين، شنو تواجده اذا ما له فهد رأي؟ هسه اليوم اني اعرف الـ السياق اللي امشي عليه، لا انزل ولا اصعد، امشي على الخطى اللي اني صلاحياتي اليوم. اذا اني يعني نقصد لثقافه للعمل. تمام. الصحيح لو روح الوحده. كل من يطبق عمله وما له دخل بدون ما اتجاوز على حقوق الغير. يعني احنا مشكلتنا بدي اقول لك الرجل الشرقي دائما يتعدى الحدود اللي مقابله. هسه انا معناتها انه انا اقدر اتعدى حدود عضو مكتب تنفيذي؟ ما ممكن، صلاحياتي ما تتعدى، هو فوقي،
بس أنا نطار إنه أنا رئيسة لجنة عندي خطوط أمشي عليها معينة. ليش دائما أكو اختلاف بالآراء؟ ما أقول مشاكل. تمام. بالرياضة النسوية. هسه قلتك إياها. بس أريد بصراحة. إيه ما هو بعي هو الاختلاف بكل مكان. بس يعني هسه مو شرط رجال حتى كنساء بينا. كنساء كل مكان. صح. إيه صحيح. ما عندنا أي مشكلة، إحنا الخلافات اللي تصير هي بسيطة، مو فد معضلة. الخلافات اللي هي مثلا أنا مثلا اليوم أريد شيء برأي إنه أنا عندي فد رأي معين، الشخص المقابل لي رأيه غير. كل إنسان وحريته الشخصية بآرائه. الاختلاف هنا يصير. أنت اليوم رئيسة لجنة نسوية وإلش قرار. تمام. راضية بالكادر اللي معاك؟ باللجنة؟ باللجنة، بصراحة ست رنا. حاليا عندي بعد التغيرات البسيطة اللي تكون باللجنة بعد الأحداث اللي صارت واللي شفناها، يعني خاصة اللي عملنا بها النطاق، أكو يصير تغيرات للمستقبل حفاظا عن وجود اللجنة والنجاحات اللي وصلناها واستمرارية العمل بصورة صحيحة. نجاح اليوم وتحقيق الإنجاز اللي حققتوه. نعم. أكو ناس رادت تسوف هذا النجاح إلها أو تبوبه؟ أو كل إنسان يحب يبوب هذا النجاح إليه باعتبار هذا أول نجاح يصير من ضمن إطار اللجنة النسوية من سنة 2000 ولحد الآن. هذا أول إنجاز يحسب لاتحاد كرة القدم وللجنة النسوية. كنت تتوقعون تاخذون هذا الإنجاز؟ أنا بالنسبة إلي لو ترجع لقبل معسكر طهران تلقى عندي لقاء ويا استاذ محمد الناصر الشرقيه، راح تلقى انه انا كنت متفائله 100% من وجود الكادر التدريبي والعناصر اللاعبات. حتى هو الرجل يعني قال هاي اول مره انه انسان يعطينا هيك صلاحيه انه يشجعنا نتواصل ويا هذا الفريق. كنت متامله بيه لانه هي مجرد قراءات، انت عندك الكادر موفر لك كل الامور اللي يطلبها، عندك اللاعبات عناصر جيده جدا، الاتحاد موفر لك الشيء اللي تريده. تمام. ليش أنا ما أبدع؟ أتحدث بأكثر صراحة. تمام. المدربة ضافت لو اليوم إحنا عندنا لاعبات تأسسن صح وممكن المدربة وضعت النقاط على الحروف رنا. اللاعبات إحنا ما ننكر الأندية وتعب المدربين وياهم. هذا مستحيل لأنه أساس اللاعب هو النادي. تمام. وأنا اليوم من جد جبت اللاعبات جبتهم على أساس أنه اللاعبات هم نادي خامات. تمام. جيدة مشتغلين عليهم بصورة صحيحة. تمام. وجود المدربة ضاف لهم أمور كثيرة من عدها خلاهم يصير لهم الحافز الأكثر. لا تنسى إحنا مو تصغيرا بالمدرب المحلي، من جبنا المدربة الإيرانية بس كعنصر نسوي قريب إلهم يجوز إنه يأخذون اللاعبات أكثر من المدربة. بعدين المدرب برا الأجنبي تلقى دائما متطور فكريا. لو عندنا مدرب محلي رايح بهاي البطولة يتحقق إنجاز لو من خلال متابعتك فكر شخصية عمل شاهيناز أفضل؟ قراءات شاهيناز هي اللي فوزت الفريق. أها. نعم. مدرب اليوم أكثر نجاحه هو القراءات. فالمدربة يعني أنا من خلال أنه رؤيتي لها بالمعسكر كان رغم بساطة الفرق اللي موجودة بس رؤيتها والتغييرات ومواقع اللاعبات خلتها هاي يهيئها للفوز بالمنتخب. نعم. الإنسانة مدربة حالها حال باقي المدرب، بس عندها البنية نظرة بعيدة، عندها قراءات صحيحة للفرق المقابل، خلتها تخلي النقاط على الحروف، تعرف شلون تستخدم دلال على هذا اللي دا أقول لك عليه. لعبة السعودية لو تنظر إلها وتشوف الأهداف اللي كانت موجودة هدف بهدف من بعد الشوط الثاني، تشوف خلال الاستراحة وراها اللاعبات شلون أدوا وشون تغيروا 360 درجة. فلهذا هذا خلاهم للصعود. يعني قراءات المدربة هيئتهم انه يغيرون خطتها كاملة بالشوط الثاني. زين. حققت انجاز وحققت انجاز. هل يعقل لحد الان ماكو مكافئة سترنا؟ انت اليوم رئيسة لجنة نسوية، انا مو احاسبك بس اتساءلك.
ليش ماكو مكافأة؟ لا المكافأة موجودة بس انت تعرف نطاق صار 14 سترانة صحيح هاي لو انا يقولوا لي مكافأة 14 ما اريدها بعد شو لا بيها؟ لا هي مو 14 هي كلها شهرين بس انت تعرف اتحاد القدم يعمل وفق اطار منحة منح تجي من الاتحاد الدولي هاي المنحة من تجي لك انت تتصرف بكل الفلوس اول شيء انت المنحة ما وصلتك موازنة ما وصلتك اللي هي تعطيك يعني وزارة الشباب تعطيك منها الفلوس من الاتحاد القدم يجيب الفلوس على مود تعطيك المنحة انا اليوم ما اعتقد كابتن عدنان يقصر الرجل وياهم باي مبالغ مالية وهو طالق المكافأة منتظر بس المنحة المالية اللي تدخل بحساب الاتحاد سواء موازنة او من الاتحاد الدولي على مود هو يبت بالمكافأة ولا هو يعني يمكن اول الداعمين كان للمنتخب هذا اها نعم زين اكو فلوس تجي للجنة النسوية نعم اكو تجي. اكو احصائي اكو زين هاي كلش قد تنزل شلون تنزل تدرين بيها من تنزل لو هاي فقط تروح للحساب وفقط رئيس الاتحاد لا هو التنفيذي هو تنزل بحساب الاتحاد انه هذا من ضمن النشاط تعرفين المبلغ ايش قد لا هذا من ضمن اطار هذا من ضمن اطار الاتحاد احنا عندنا مخصصات ماليه تجي باسم اللجنه صحيح مخصصه للجنه النسويه فلهذا احنا يعني كابتن عدنان امانه يعني لا هو مبالغه بالكلام ولا انه لانه رئيس اتحاد بس الرجل شنو ده نطلب من عنده وفر لنا بالامكانيات الموجوده حققتوا انجاز اسم العراق اليوم رقم صعب بالرياضه نعم. النسويه وين الفلوس ليش ما نطاها الاتحاد ما انا قلت لك يعني احنا يعني انت ما تخفى عنك وضع العراق كابتن استاذ نبيل الفلوس هذا حقي هذا حقي بس هو اذا انت رصيد ما عندك من وين تطي لا لا انا اقصد الاتحاد الدولي مو يعطيكم منحه تمام انتوا والشاطئيه وانت لا تنسى وينها هاي المنحه هاي بعد انا ما اقدر اجاوبك عليها هاي المكتب التنفيذي هو اللي يجاوبك ما عليها ما تسالين لان ليش راح اقول لك ليش نعم. انت اليوم محقق انجاز نعم تريدين تحدين جيل تريدين تسوين مكشوفه تريدين تشاركين بمعسكرات وبطولات نعم. والاتحاد ده يقول لك ماكو ما تقدرين تقولي لي يا اتحاد مو احنا عندنا اموال ليش ما ينطونا اياها وده يقول لك انا بس اصرفوا لي لحد ما تجي هاي الاموال يقول لك استاذ نبيل انا بس ينزل المنحه يجوز بعدها ما جايتهم بس تنزل المنحه هي 100% هي بالمية ليش لحد ما اصرف لك لانه ما نازله بعدها بالحساب ما نازله ما موجوده ودلاله على هذا كابتن عدنان انطل الصلاحيه انه احنا نشارك بطوله كرواتيا في حال نزول الوديه في حال نزول المنحه بس هي تاخرت منحه تاخرت الموازنه تاخرت انت من وين تجيب اموال يعني الرجل همينه يعني ظل حاير من وين مستمرين بالاختبارات واختيار لاعبات جدد نعم مستمرين اختاريتوا الحمد لله ثبتوا على تشكيله اختارت المدربه 20 لاعبه من عندهم بعدين تخضع لاختبار بعد معسكر 12 الى 14 لاعبه للصالات هذول تثبت عليهم يشارك ان شاء الله على كاس العرب فعلا المدربه يعني متضجورة من الوضع تحس ماكو اهتمام بالرياضة النسوية فقط كرة قدم الرجال صراحة رنا بس أفهمك أستاذ نبيل المدرب اليوم يريد كل شيء جاهز ما يعرف سياق العمل بالدائرة اللي هو احنا اللي دنجيب له منها يعني انت بس هي مو احنا هي تريد بالفعل كل شيء جاهز وياك اي بس احنا اللي عندنا المشكلة احنا نمشي بسيستم نظام اتحاد اليوم انا من اجي اصدر كتاب عندي مراجع وراي مراجع هاي لازم اني ابت بيها ما ممكن اني اعدي واروح الاستاذ عدنان مباشره اكو قبلي اكو امين عام اكو تريد ملعب تريد معسكرات هي بحق احنا موفرينها باللي تريده احنا موفرينها باللي تريده ودلاله على هذا راحت اختبرت رادت بغداد اختبرنا لها 3 ايام راحت السليمانيه اختبرت 3 ايام راحت اختبرت برمية 3 ايام كادر نسوي تدزوه بسياره من نال الشمال لانه احنا قلنا لها الحجوزات كانت صعبه يعني انه بس هو هذا القرار بيدكم سترنا يا بيتاخر صحيح انا ما مستعد ادس كادر اجنبي يروح انا ما اقول لك شيء
تعرفين ممكن طريق يصير حادث، يعني ما اقصد انه الوضع مو زين لا، صحيح. بس ممكن يصير حادث يصير شيء، وهن ذني نساء ممكن يتاخر، احنا لحد ما نوفر طياره يلا تروحون. اتفق انا وياك استاذ ذبيل، بس اكو شغله انه المدربه بدي اقول لك عليها، انه انا اليوم قلت لها كابتن اجلي ذهابك لكردستان لفتره معينه لحين حجز، يعني رتب لك الوضع اكثر. صح. انه هي رادت لا اروح، زين انت حجز ماكو ذيك الفتره طيران، تعرف فتره سياحه ماكو، يعني انا شنو اللي اريد اسوي لها؟ وهم 8 نفرات. شوفي احنا عده شركات. نعم. يعني انا اليوم اتحدث وياك من مصلحه اتحادنا رياضتنا. نعم. ممكن هاي لو صار شيء عليها ممكن تقوم الدنيا وتقعد. صح؟ صحيح. فأنا من أتحدث من هالباب بغض النظر عن هاي الأمور. قبل فترة أو قبل يومين ثلاثة ظهرت أحد اللاعبات تحدثت كلام كثير. نعم. كرئيسة لجنة نسوية وكنتي متواجدة بالموقع اللي هي كانت متواجدة به. نعم. صح؟ نعم. ما تحدثت به اللاعبة ميس، صحيح افتراء، أكو حقائق لكن مو بهالطريقة كرنا. ما اقدر اجاوبك من هذا المنبر، هذا الجواب له باتحاد القدم، وجود لجنه انضباط، وجود امين عام، مكتب تنفيذي، وجود لجنه نسويه تقعد ويا البنيه وتعرف شنو الحقائق اللي عندها. سويتوا استقدام لها؟ نعم، سوينا كتاب استدعاء. ليش والاتحاد اليوم بالقدم بالدوري العراقي من لاعب يتحدث بموضوع يسوون استقدام ولجنه الانضباط تنشر انه يابا صار استخدام باللاعب الفلاني، ليش ما نشرتوا هذا؟ اليوم اني سويت، يبقى اتحاد القدم ياخذ الاجراء الباقي عليه، هاي واحده. ثاني شغله سويتي كرنا؟ نعم سويت. شغله ثانيه، انت اليوم مو كل لاعب يطلع يحكي اني ابت بكلامه، حتى وين ما رديت عليه استاذ نبيل، اني مو كل واحد يجي يحكي. شوفي اكو كلام ممكن يسيء لجنابك ويسيء لغيرك ولغيرك، وانت بنفس الوقت تفهمين ما اقصد. صحيح. صح؟ بس الانسان ممكن اكو اهالي من يسمعون هذا الكلام بعد ما يدزون اطفالهم. نعم سترنا. نعم وياك اني بس واحنا أكو نخاف من هذا أكو الموضوع. كلام مبين مصداقيته او لا، فليش قلت لك اني اني ما اقدر انه ابت بهذا الموضوع هسه. جوابي لك يكون باتحاد القدم، وجود لجنة الانضباط، وجود مكتب تنفيذي، وجود أعضاء لجنة نسوية، يكون الحوار هناك وذاك الوقت أنه ينعلن. حاليا ما أجاوبك عليه لسبب أنه أنت إيش قلت؟ قلت أنه ذولي بنات وأصحاب عوائل، فما أقدر أنه أحكيك إياه هنا. إذا غيري يحكي أنا ما أحكي، ليس جبن مني ولا تخوف مني لا والله، بس مو كل شيء نحكي أنه للعلن. وهي الإنسان لو أنه هي محافظة يعني وحابة صديقاتها ما تحكي بهالطريقة هذه. اها. ما تحكي بهاي الطريقة. اليوم اني ميس صراحة اني لاعبتي. حكت حقيقة؟ لاعبتي استاذ نبيل واني احبها. اني كل اللاعبات محتضنتهم. اعرف. يعني اني من كثر تعبي عليهم هناك بطهران وهو معسكر صار عندي تمزق. اخاف عليهم، احتضنهم. بناتي، اخواتي الصغار. ف ميس او غير ميس، وهي ان شاء الله تتواجد في يوم من الايام وياك، واسالها اذا اني او غير. شوفي اني اغلب يعني اني ما اخاف من هذا الموضوع. نعم. كنبيل طارق، والدليل انت واحده من الاشخاص واصل لك كلام انه نبيل وشخص انه يجيبون لاعبات ويودون وهذه. صحيح. صح؟ صحيح. مو صحيح؟ صحيح. بس من تحدثت وياك وعرفتي نبيل عرفتي الحقيقه. صحيح. مو؟ صحيح. بس انا اجيب لاعبات للمنتخب؟ لا عمي، احنا باوع. يجوز سابقا اكو تدخل كان، صحيح، سابقا اكو سابقا تدخل. للعلم تهددت لان حكيت حقائق وتحاربت. انا ما اعرف. وحاليا همينه اكو حقائق انا اعرفها، اذا اتحدث بيها ممكن يصير لي مشاكل، لكن انا بس اوصل لك معلومه. ليش ماكو شجاعه بالقرار سترنا؟ اليوم الشخص اللي يطلع يسيء، نبيل وطلع اسائلكم. نعم. ليش ماكو بيان او فشي بحق نبيل؟ اذا انا طالع احكي بدون دليل وبدون حقائق، ليش ماكو هذا القرار؟ من من اخاف؟ لا ما اخاف، بس هو يجي لك احنا سياق بعض. احنا اني لو يبقى لي القرار يجوز ابت بغير موضوع، بس اني تابعه المؤسسه، مؤسسه اعلى من عندي سلطه انه يوجهون. يابا انا وجهت كتاب هم يتخذون القرار. تمام. بالنسبه للحلقاقه اللي تقول انت عليها وهاي، هاي تجي بعدين
من يوم انه اجي اجتمع بيها صوره شخصيه امام لجنه الانضباط، اقع على الحقائق اللي هي موجوده واللي تكلمت فيها. يجوز اكو يعني ما ابت لك بالموضوع بصوره مباشره، بس انت متواجده، بس اسالت سؤال واحد. نعم. حتى اغير، ما تحدثت بي حقيقي ام افتراء؟ افتراء. افتراء. نعم. ما تحدثت بي ميس انه هو افتراء؟ افتراء. وصلت هاي الرساله الكابتن عدنان؟ فعلا اكو لجنه راح تكون برئاسته؟ هاي المعلومه انا عندي. استاذ نبيل عيني، كابتن عدنان ملم بمواضيع الاتحاد كليتها. نعم. يعني رجل يجوز انه ما يتواجد باللجنه النسويه، بس من موقعه انه يعرف شكو يصير بالاتحاد وباللجان بصوره عامه، ما ممكن انه ما يعرف انه هذا الموضوع. تمام. البنيه تحدثت شيء شخصي بيها، واليوم انا اتحدث بشيء شخصي بيا، بس يبقى اكو عندي مكان معين اجي اتواجه به. انا مو كل شيء اخليه بالعلن، مو حلوه. بس راح الومك بموضوع، وهو اعطيني الصوره اللي اعطيتني اياها مخرجنا، راح اشوف هاي الصوره واسالك سؤال. نعم. اليوم لاعبة تعتذر عن تمثيل المنتخب الوطني. نعم. لأسباب خاصة. نعم. هاي خدمة بلد. نعم. هاي اللاعبة من تعتذر غير المفروض أيضا أسوي استدعاء، أعرف ليش اعتذرت، شنو السبب، شنو صار؟ اللي هي نادية فاضل لحد الآن اعتذرت عن المشاركة مع المنتخب دون أي سبب، دون أي دليل، دون أي شيء. نادية انصابت استاذ نبيل، نادية انصابت تطلع تقول يابا انا مصابة بس مو لأسباب خاصة. البنية انصابت بإيران بالكاحل مالتها. نعم. وهي وزينب انصابوا اثنيناتهم، كانوا من ضمن المستبعدين هناك زينب ونادية، بس زينب اصابتها خفيفة طفيفة، صارت رأسا زينة والحمد لله بوجود الدكتورة الفيزيائية ودكتور المعالجة. نادية ظلت إصابتها قوية، يعني صعبت الحركة، وعاوننا بكل الطرق. أنا معاك تستوجب أنه لا أستطيع تمثيل المنتخب لأسباب خاصة، وين المشكلة أنه أنا أقول يابا أنا مصاب وأعتذر عن تمثيل بلدي؟ صحيح. هذه هاي هي المفروض أنه هي أي زيان. أنا استدعيتها للجنة، وضحوها بهذا كتاب دائما اللاعبة مصابة وممكن مصابة، ماكو أي مشكلة. دلال على هاي هسه من صار الاختبارات، صار ظهور اي بالاعلام، البنيه تقول انا جاهزه، شو وقت ما تحب المدربه دز علي انا موجوده، ما عندي اي مشكله، واذا ما دزت عليها ما عندي اشكال، هذا راي شخصي المدربه وفني. يعني البنيه لا عندها داخلها شيء، ولا المدربه عندها شيء شخصي يخص ناديه. يعني موضوع ناديه انه هو انه هي مصابه. نعم. موضوع ميس يختلف. لا، موضوع ميس يختلف. يختلف. ميس فني. فني. نادية مصابة البنية، لأنه هي كانت موجودة من ضمن التشكيلة اللي اختارتها. يعني ميس لأن منه خرجت من المنتخب؟ يعني شلون؟ لأن بعدت من المنتخب أو ما تم استدعائها؟ هاي رأي فني، هاي المدربة أنت ما تقدر تتعدى على أمورها الفنية. أنا إنسان إداري، ما ممكن أجي أفرض على المدربة منو تختار أو منو تخلي من الأسماء. هسه يجي لك واحد يقول لك لا والله بدها تنفرض عليها اسماء، ما ممكن اقول لك اني، ما ممكن ينفرض عليها، ما ينفرض على المدربه، عندها رؤيه، ان خلت اثنين وثلاثه تشوفوا مستواهم مو هالقد، يجوز عندها رؤيه انه هذا الانسان عنده قابليه ليتطور، وانطيه فرصه، ليش ما انطيه فرصه يتطور؟ اليوم انا من دا استدعي ميس، وين المشكله تدخل باختبار؟ صح هي ميس لاعبه يعني قديره على عيني وراسي. مدرب، هاي قناعه مدرب. قناعه مدرب. مدرب اكو وياها لاعبات دخلوا، اكو وياها لاعبات وسافروا. ست رنا توصل مرحله لهيك اتهامات مثل ما تحدثت بيها؟ يعني شو اقول لك؟ كانوا معاكم رجال بالفندق؟ استاذ فراس بحر العلوم عضو مكتب التنفيذي وكان مشرف اللجنه، استاذ علي عباس عضو اللجنه النسويه، واستاذ جمعه ثامر هو المنسق الاعلامي تحياتنا لهم طبعا كلهم جميعا، وحسنين المصور حسوني السودان اي من المكتب الاعلامي. زين، فعلا كان اكو احد من الرجال يفتر بالممرات وهاي؟ احنا ترى استاذ نبيل يوميه للعلم، احنا يوميه احنا اني واستاذ فراس والبنيه المدير الاداري
وجمعة ثامر ما ننام إلا الأربعة الصبح تقريب بثلاثة. أول شيء أنت تعرف بالسفر النوم يصير عندك أرق به، هاي واحدة. شغلة ثانية هذولي بنات، طبعا هذولي بنات أستاذ نبيل يعني، ومسؤولين من عندك صراحة حتى الناس تعرف مسؤولين من عندك. اليوم أنا إذا ميس شافت أستاذ جمعة أو أستاذ علي يوم واحد، لأن هي شافتهم، فإحنا يومية ترى، إحنا يومية، وأنا من الناس بابي صاير بالوسط يعني البنات يروحون يجون، ما سد الباب مال الغرفة لحين ما أنام، خوفا عليهم، خوفا على البنات. ذولي بنات، إحنا كليتنا المجمع اللي نزلنا أولمبيك هو مدينة رياضية تابعة لاتحاد كرة القدم الإيراني، فهو كلية الأوتيل طابق واحد بس واسع. أنا اليوم من اللاعبات ويتواجد منتخبات وطنية ولد وبنات، أنا خاف عليهم، ذولي مسؤولية، ذولي يعني أمانة بعناقنا. اليوم أنا يعني ما أنام خوفا عليهم، مو إنه أنا شاكة كذا إنسان أو هاي، لا خوفا عليهم، وهاي مسؤوليتك. يعني ما تم حديثه إنه لا يوجد غبار على فراس بحر العلوم، على استاذ علي عباس، لا لا على الحسون السوداني؟ لا ماكو يعني اللي اليوم انا من اشوفه بعيني صراحه، غير بعض ما يعرف. انت هواي تختلفين بالاراء مع فراس بحر العلوم. انا اختلف باراء قلت لك اياها، لان مثلا انا اليوم تقدرين هسه تقولين ما اعرف، بس انا اسالك يعني انه الله فوقانا ونتحدث. نعم، هذول الاشخاص بعيدين عن ما تحدثت به هاي اللاعبه؟ هذا ما اعرف هي اللي تقصد به، بس ما يقصد لا انه تقول انه اكو شخص يفتر بالممرات ويروح ويجي. استاذ نبيل بس يعني اوضح لك شغله، انا اليوم دا اقول لك سيد فراس وتقول لي اراء، انا ايش قلت لك؟ قلت لك احنا نختلف بالاراء، لان كل انسان له رايه شخصي. رأي قدمه. استاذ فراس ما مشتغل بالنسوي، صح، رجل صار 14 سنة 15 سنة صح، اداري بنفط الوسط، نفط الوسط هاي من جي من عنده، تعاملك ويا الرجال، صح، فما عنده خلفيه بالنساء، صح، فمن يوم انا اجي اناقش او هاي هو يناقشني بامور عبال اصعب، اها كانه عبال رجال، واحنا نساء، هاي الامور اللي نتقاطع بها، بس ما نتقاطع بامور اكبر، لا ما ممكن، هاي ما ممكن، مجرد بس اجراء، هاي اللي دا اقول لك عليها الاراء، الاجراءات الامور. تمام. تقول لي على إيران، إيران ما بيها شيء، هاي الهالة الإعلامية اللي صارت، الحكي واللغط اللي صار، لا ما ممكن هذا. ودلالة على هذا إنه اللاعبات لو أكو مواضيع أو أمور مو حلوة بالطهران ما كانوا يتواجدون بالسعودية، كانوا تعذروا. اليوم أنا سمعتي صح أهم من ما أمثل منتخب، اليوم أنا سمعتي أهم من ما أروح أنا منتخب وطني، صحيح؟ صح. ولأني كلهم بنات عوائل، كلهم وراهم عوائل، فاليوم من يوم من جدتي من إيران وهذا الحكي اللي طلع، وهلا هاي هسه أبسط هاي الأمور، ما كانت تقدر تروح للسعودية. خلص خل أغادر هالموضوع. نعم. شو وقت نشاهد فريق شابات المكشوفة؟ إن شاء الله نفرح بإنجازاتهم. إن شاء الله. أكو أكو عندنا بطولة بشهر العاشر بلبنان. وافقتوا عليها؟ الاتحاد وافق؟ نعم. من راح يكون مدرب؟ هسه احنا مهيئين مدربين. نقدر شوية نبوق أسئلة؟ لا لا عادي، احنا مهيئين مدربين. تقول لي منو؟ محليين أجانب؟ محليين وأجانب اثنيناتهم، والأجانب إن هما بنات. زين، عوف الأجانب. نعم. المحليين اختاريتوا أسماء؟ لو اختاريتوا سيفيات وتريدون تشوفوا؟ سيفيات على ضوء العمل ويا النسوي. على ضوء العمل؟ ويا النسوي. عندنا مدربين؟ عندنا مدربين ما شاء الله من الشمال للجنوب، عندنا مدربين وانت لو بس تراجع بس انتوا ظالمين اهل الشمال. ليش؟ من يا ناحية؟ كثير اكو مدربين يعني بصراحة مع جل احترامي لأهل بغداد اللي يعني اشوفه برأيي. نعم. شخصين او واحد او اثنين ببغداد، لكن المحافظات تعمل وتتحب وتجهز. نعم. وشاهدنا منتخبنا اليوم من راح بأغلب اللاعبات الشمال والهاي، حققنا إنجاز يا سترانا. نعم. صح؟ صحيح. ليش ما نعطي اليوم فرصة لأهل الشمال؟ ليش ما أنطيهم فرصة؟ منو قال لك ما أنطيهم فرصة؟ أنا اليوم من أقول ليش لك ما أسوي منتخب ناشئين؟ أستاذ نبيل أنت يعني إذا تسبقني بالكلام، إحنا الحمد لله يعني إحنا من ضمن المنهاج التدريب مالتنا كان المفروض إنه أجيبك يا عمينة تعلنا، من ضمن المنهاج مالتنا انه احنا عندنا فئه متقدمات، فئه شابات وناشئات واعدات، تمام، بس
انت شو وقت تسمون المدرب؟ ان شاء الله هالايام ما يتاخر، لان انا يا دوب انه هيئه حاليا هي بلبنان، بس انت تعرف ظروف حتى لبنان ظروفها ما مستقره، يجوز يقدموا ياخرونه الموعد، يجوز يقدمونه ما تعرف، بس انا البطوله بلبنان؟ بلبنان المفروض. لا انا اقصد على المدرب، متى يتم؟ ان شاء الله هالايام القادمه ينعلن اسماء المدربين، لانه احنا كلجنه نسويه من نجي نقعد مو بحدنا، احنا واللجنه الفنيه نطرح لها الاسماء، نشوف بحوار اللجنتين نوصل للمدرب اللي والم تمام. هذا المنتخب، لان ما بقى وقت. نعم راح نظل نشوف تلعب صالات وتلعب مكشوفه سترنا. نعم راح نظل، راح نظل لسبب واحد. اي اول شيء هذا نظام داخلي، وانت لو مطلع على الدول الباقيه هذا نظام داخلي بكيف البلد. استاذ نبيل، بس اخدمك بهذه، انت مره طرقت لهذا الموضوع وكنت اتمنى انه ترجع تحادثني وهسه فتحته. بالنسبه لهذا النظام، هذا نظام داخلي انا اعمل به، وليس انه الدول انه تعمل كلها به، وهو انه تجي تشوف لعبه صالات تلعب منتخب وطني ساحات منتخبين، وليس دا اقول لك بس انديه. كيف انا الانديه وهم عندهم قواعد نسويه احسن من عندنا؟ ليش قلت قواعد نسويه احسن من عندنا؟ احنا قله اللاعبات اليوم. انا هسه من جوي لاعباتنا اعطي فرصه، هو انا اكون جيل، انا اكون يعني جيل. انت اليوم كرياضيه، نعم، وين الضر انه انا اكون جيل؟ انا هو هذا اللي اشتغل عليه. وين الضر اسوي بس دوري؟ ما عندي اي مشكله، صح؟ انا ابدي هسه دابت، يعني لو عندي دوري. وين الضر انه اجيب مغتربات؟ اجيب مغتربات، عندنا تنسيق ويا بس انه انا العذر انه صالات العب مكشوفه والله عدد قليل. انا اذا ما عندي قاعده قويه شلون اسند نفسي؟ استاذ نبيل انا اليوم عندي لازم ابدي بقاعده معينه. قاعده ببغداد عندي 4-5-6 استاذ نبيل. الشمال منتهي معنا قاعدتهم قويه، ودلاله على هذا عندنا احنا فريق غاز الشمال، نفط الشمال، شاركوا بالانديه مال عمان، جابوا لنا نتائج غرب اسيا اول مره بتاريخها من النسوي. تمام؟ قاعدتهم شغلهم حلو، بس انا دا اقول لك انا اليوم اذا ما قوي قاعدتي شنو فايده انه اللاعبه بس تشتغل لي هنا؟ انا اريدها تظل بالفورمه، اريدها تظل تلعب لي، هذه امور داخليه احنا نبت فيها. متى نشاهد لاعبه الصالات ما تلعب مكشوفه؟ من تتوسع القاعده النسويه بالعراق، وتتوسع هذه بتعاون الانديه ويانا. كلجنه يعني النسويه. نعم. انه اليوم اسوي دوري ناشئين شباب خط اول مكشوفه. أنا اسوي هذا دوري من صالات. ضمن منهاج استاذ نبيل، بس انت من تريد تثبت بهذا الامر اروح للمدارس مو بسهوله. استاذ نبيل مو بسهوله، احنا الكلام مع الاسف احنا الكلام عندنا بسهوله. اليوم انا اجي اسطر لك شو تريد من كل فئه اي بي اي بي. حتى مدربه المنتخب ما نعم. تقبل انه لاعبه الصالات تلعب مكشوفه. هاي المفروض احنا هذا احنا حكينا وياها صحيح، والبنيه رادته انه قالت انا هذا فريقي تعبت عليه ما اريد يتضرر، بس هاي امور لجنه نسويه وهاي امور داخليه. انا اليوم من اجي تقول لي المدربه اقعد يابا كابتن احنا عندنا هيك منهاج، عندنا هيك طريق، وافهمها. اقتنعت ما اقتنعت مو مشكله، انا امشي على رايها ما عندي اي اشكال. اذا هي تريد تحافظ على هذا الفريق مو مشكله، يعني كم لاعبه ما تاثر على باقي المستويات. ما راح تاثر. لا ما تاثر. باقيه رئيسه اللجنه النسويه؟ ان شاء الله. القادم. افضل. من؟ تحقيق النتائج ان شاء الله. احنا ما انطيك اقول لك 100% البطولات الجايه انا كلها الي، بس اتمنى دعمك ودعم الشارع الرياضي بما يخص الكره النسويه. نخاف ندعمكم ويتوقعون نجيب لاعبات ونسمي وهاي. لا استاذ نبيل، الدعم المعنوي اقوى من الدعم المادي، ودلال على هذا لو اشوف انه الشارع الرياضي بمال غرب اسيا سواء النفط الشمال او المنتخب صالات فهو كان الداعم معنوي اكثر مما هو مادي. الناس كلها ويا هذا الفريق وصلوا وبدعوا وجابون نتيجه عمرها الكره النسويه ما صاير بيها، والحمد لله بوجود اللجنه والاتحاد الموجودين كليتها. رسالتك الاخيره؟ اتمنى انه المشاكل اللي تصير والتقاطعات اللي تصير والتسقيط اللي يصير بالكره النسويه هذا نبتعد عنه.
أنا اليوم داري نشتغل ليس في غايب نفسي. قرار قوية طبعاً يصير تسقيط. لا 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 أستاذ نبيل. لا لا أستاذ نبيل. تسقط وتحكي أنزل بها قرار. أستاذ نبيل ما دام ماكو دليل. ست اليوم أنت إذا تتحدث هسه إحنا ليش بالإعلام أنتم تحاسبونه؟ نعم. إذا قلت ست رنا فلان شيء تنقلب الدنيا يحاسبوني شلون تحكي تعطيني دليلك. صحيح. تطلع لاعبة تتهم رياجيل ونساء ومنتخب واسم بلد بدون دليل. ان شاء الله الايام ان شاء الله الايام القادمه تسمع ما يخص هذا الموضوع ان شاء الله. ماكو شيء ينترك على وضعه، كل شيء له حده بس مو وقته. تمام. له وقته. فنتمنى منك ومن الشارع الرياضي ومن كل انسان يدعم هاي الرياضه بالذات وهاي الشريحه بالذات لانه صار لها سنين مدفونه مع الاسف. فهسه يلا بدأوا شويه شويه نبين تبرز النساء بالعراق. تمام. اتمنى لكم كل الشكر. بس مخرجنا دقيقه. نعم. معلومه البعض ما يعرفها، وهو رنا عبد الرحمن هي ابنه عبد الرحمن ابو عوف. نعم. الشخص المحنك المحترم اللي كان يقود لجنه المسابقات في السابق. نعم فعلا. نعم. الوالد الله يرحمه كان الله يرحمه. لجنة المسابقات هو كل منظمها، يعني القلم الرصاص هنا الكل يعرفه ورا اذانه وبيد الورقة راضي جميع الأطراف. اليوم أستاذ نبيل يجي يقول يا أبو عوف أريد كذا أشرب أريد كذا، هذه ما ممكن لا يخذ لك ولا يخذ باقي الأطراف، كلها تعرف أنه هو رجل يعرف شلون يوظف لجنة المسابقات. الله يرحمه يرحم والديك وان شاء الله انت على خطاه. الله يخليك اخوي. حتى ترى من ننتقدكم ممكن انتم ما تتحدثون، احنا نتحدث نعرف شنو اللي يصير، فصدقيني باي وقت انا اتحدث ما عندي اي غايه. الله بس اتحدث لمصلحتكم. اشكر تلبيه دعوتك للبرنامج، اشكر المكتب الاعلامي المكتب التنفيذي لظهورك معنا. اشكرك استاذ نبيل واشكر خلف الكواليس واشكر المشاهدين جميعا، اشكر الاتحاد القدم على دعمه للنسوي، اشكر المركز الاعلامي، اشكر استاذ عدنان والمكتب التنفيذي جميعا، اشكر استاذ محمد فرحان التعاون ويا اللجنه النسويه بالذات، اشكركم جميعا وشكرا لاستضافتك ويانا، كلش اشكرك استاذ نبيل. وما نشكر استاذ فراس. على راس استاذ فراس لانه ماكو خلاف. هو من ماكو لا 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 الحمد لله لا. سيد فراس هو اخ امانه، يعني الرجل احنا نتحدث دائما، احنا دائما الخلافات الشخصيه برات الاتحاد شكل وبالاتحاد شكل ثاني، فالعمل يختلف. حياك الله استاذ. تسلم تسلم. مشاهدينا الكرام هذا ما يسمح به وقت البرنامج، نتمنى انه كانت حلقه مميزه تحدثنا بكل الامور. شكرا للمخرج علاوي هو يعبرنا على الوقت، الاخوه خلف الكواليس حسن، هذا انا نبيل طارق، نلتقيكم في الاسبوع القادم في امان الله.